بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أمهات السنة الأولى ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس من دروس الرياضيات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الصفحة 96 الأعداد إلى 69 واحد لأنه فيه الدرس الثاني. إذن راح نجيب لهنا أول شيء نطلب من التلميذ أن أو يسمي هنا تسمي الأم. لماذا أخواتي؟ لأنه راح نمارسوا نفس الأشياء اللي يمارسها المعلم داخل القسم، وكأن الأم لهنا تولي هي المعلم. يسمي المعلم ثلاث أعداد أصغر من 40 نسميوها. يكتبها التلميذ مرتبة كأني قاعدة ندير له فقط مراجعة، مثلا نقول له 30 28 مثلا 35 ونقول له رتبها لي، فقط أنا راني قاعدة نراجع له. ثم نأتي هنا إلى هذا الجدول. واش نلاحظوا في هذا الجدول؟ أنه فيه أرقى، فيه خانات، كل خانة فيها عدد معين. هنا يبدأ من 20 21، راح يوجد هذه الخانة فارغة، وبعد 23 هنا راهم درسوا العدد الذي يسبق والذي يلي. اللي هنا بعد 21 راح يملأ الخانة ب 22. النشاط هذا بسيط إلى أن يصل هنا 66 هو اللي في الأخير. إذن ثم نطلب منه ماذا؟ نقولوا له اكتب الأعداد التي تمثل عشرات كاملة. وش معناها أعداد تمثل عشرة كاملة؟ عشرة تمثل عشرة كاملة. ماذا لدينا؟ لدينا 20 تمثل عشرة كاملة، عندنا 30 تمثل عشرة كاملة، وهكذا يكمل إلى غاية 60. 60 هي الأخيرة التي تمثل عشرة كاملة. ثم طلب منه اكتب الأعداد التي تكتب بنفس الرقم. وش معناها تكتب بنفس الرقم؟ مثلا أنا عندي 22 22، هو عدد يكتب بنفس الرقم، فيه الرقم 2 وهنا ثاني رقم 2، يعني نفس الرقم. نفس الرقم في ماذا؟ في مرتبة الأحد ومرتبة العشرات. نزيده 33 يكتب بنفس الرقم في مرتبة الوحدات ومرتبة العشرات الرقم 3. إلى هنا كل شيء بسيط جدا. واش نجيو نعملو أخواتي؟ اللي هنا عندنا أنجز. لدينا هنا رايح يحسب التلميذ، هنا به يركز على الحساب. وكل أولا أنا نعلم ابني به يعود يركز أنه يحسب لي بالسطر، ما يجيش يحسب هنا ويرجع هنا، لا، يحسب بالسطر. وكل قريصة يحسبها يضع فيها نقطة هكا بقلم الرصاص به ما يشكش في حساباته. هذا أيضا بسيط جدا. هنا لاحظوا أخواتي، احنا عندنا في هذا النشاط، هذا نشاط مهم لأنه من النشاطات اللي راح تستمر معهم فيما بعد. أنا عندي 10 10 10 10 10 10، كم لدي من 10؟ لدي 6 عشرات. وهنا الوحدات كم لدي؟ لدي كم لدي؟ هنا 5 وحدات وهنا 3 وحدات، معناها كم لدي؟ 8. في الوحدات لدي، أرسم هكذا لا بأس، في الوحدات ماذا لدي؟ لدي 8. وفي العشرات لدي 6 عشرات، في العشرات لدي 6 عشرات. إذن العدد هو 68. أنا أطلب مني أن أكتبه بهذه الطريقة. لاحظوا 68 ماذا لدي؟ تساوي ماذا؟ 6 عشرات، اللي هي 60 زائد 8. نجي ونشرحوها. عندي 10 20 30 40 50 60. إذن وضعت 60 هنا، وهنا وضعت 60 زائد ماذا؟ زائد 8 وحدات. 8 هاي 8.
لهنا قلنا اربط البطاقات التي تمثل نفس العدد، هذه نتركها لكم وحدكم تنجزوها. إذن لاحظوا معايا لهنا عندي مجموعة من البطاقات ولدي العدد 64، قال لي نربط هذا العدد بالبطاقات التي تمثله يعني اللي تساويه. ماذا لدي؟ يعني نبدأ منا، لدي 62، هل أربطها مع 64؟ لا أربطها. هنا عندي 64، هل أربطها؟ نعم أقوم بربطها. هنا عندي 60+4، 60+4 كم؟ 60 في رأسي، 60 في رأسي، 61، 62، 63، 64، إذن أربطها هكذا. عندي 62+2، هذه بسيطة وسهلة جدا. لدي هنا 62، لو نقول 60+2+2 هي 64. إذن ماذا نكون فعلنا؟ نكون قد ربطنا بهذا العدد. نروح التمرين، مهم كثير في دفتر الأنشطة. نروح التمرين مهم. لاحظوا أبنائي لهنا ماذا لدينا؟ في كل بطاقة أكتب الأعداد المحصورة بين العددين. أخواتي باقي الأنشطة بسيطة جدا، اللي عندها دفتر الأنشطة تخلي بينها يحلهم. إذن ماذا لدينا؟ لدينا وش معناها المحصورة؟ وش معناها المحصورة؟ أنا عندي لهنا أنقلكم 25 26 27 28 28 29 29. أنا نقولكم لهنا باللي 26 هذو 26 27 28 هي أعداد محصورة. وش معناها محصورة؟ يعني معناها تقع بين، محصورة بين 25 و29. هنا لما نقولوا محصورة ما نحسبوش 25، أنا قلنا محصورة بين 25 و29. إذن نجيو هنا الأعداد المحصورة بين العددين، نبدأ وندير لكم هذه والباقي تكملوا وحدكم. عندنا 45، إذن بعدها وش يكون؟ 46، 47، 48. إذن هذه الأعداد 46 47 48 محصورة بين 45 و49. هذا أخواتي أيضا الحصر راهو يكمل معاهم. إذن أخواتي دروس مهمة جدا خاصة بالفصل الثالث، سواء في اللغة ولا في الرياضيات، وحتى نماذج للتقويمات أضع لكم روابطها أسفل الفيديو. نقول لكم في أمان الله.